اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه يعني هناك انباء ليست امور رسميه ان حكم ماتش الاهلي والزمالك سيكون هو البرازيل اندرسون دارونكو. هو بسم الله ما شاء الله راجل يعني بادي بيلدينج يعني محترم يعني الناس كده يعني قد يكون لسه لم يتم الاعلان رسميا عن حكم المباراه. طيب تاريخ كبير ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في نهائي كاس مصر، ولكن نهائي 8 مارس لو طبع خاص يا كريم. طبعا المباراه دي يا كابتن بكل امانه جايه في وقت في افضل توقيت للعلاقه بين الاهلي والزمالك في السنوات الاخيره، وكمان يعني امانه يعني مبسوط جدا ان المباراه يعني بيحيط بيها اجواء حلوه واجواء بتمسح كل المساوئ اللي كنا شايفينها من سنه 2014 للاسف يعني، بس دلوقتي الوضع بقى افضل. مباراه تنافسيه بحته، الفريق الافضل يعني هنقول له مبروك، الفريق اللي يخسر خلاص والناس بتسلم. وشفت حتى المواجهات الاخيره في الالعاب الاخرى بعيده عن كره القدم، كانت مواجهات متتاليه بين الاهلي والزمالك في الفولي بول والباسكت بول والهاند بول، والدنيا خلاص ما فيش عندنا مشكله خالص. والحمد لله مجلس الادارات النهارده على افضل يعني علاقه ممكنه، وكمان المباراه بتقام للمره الاولى خارج مصر يا ايمن، فطبعا اكيد شكلنا مهم جدا ان احنا نحافظ عاليه، وكمان فرصه حلوه للجاليه المصريه ان هي تشوف لعيبتها وتستمتع ان هم برده عارف في الغربه الامر بقى مختلف جدا طبعاً عن اللي عايشين جوه البلد. فالمباراه من الناحيه دي ده في وجهه نظري لازم يبقى يعني الشاغل الاهم عند الجمهور وعند الاعلام، ده اول حاجه. بالنسبه لما نروح نتكلم، انا هسيب ايمن يتكلم على التاريخ وانا ممكن اخد بعض النقط الاحصائيه اللي انا عايز بس اتكلم عليها على تشكيل نادي الزمالك عشان برضو نلفت انتباه الساده المشاهدين لكام نقطه كده. لو هنكمل في